بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. وبنتكلم النهاردة عن مشاكل الخيار في اليومين اللي جايين دول أو في فصل الشتاء، وبتتركز المشاكل ده هي بداية من شهر ديسمبر حتى يعني نقول منتصف فبراير، تمام، اللي هم 70 يوم دول. طبعا بيكون الجو فيهم غير مستقر وبتكون فيهم برودة عالية، تمام. فاللي فيه شوية مشاكل لابد تاخد بالك منهم عشان تطلع بنتيجة كويسة، تمام. أول حاجة في المشاكل ده هي إن البرودة عالية، درجة الحرارة منخفضة جدا، وبالتالي بينعكس على امتصاص النبات من التربة، وزي يعني هيكون عندك مشاكل في عملية إن أنت بتحط أسمدة ومع ذلك ما بتلاقيش المنتوج بتاع الأسمدة دهيا، أو ما بينعكس إضافة الأسمدة ده بتنعكس على الإنتاج نفسه بتاع الخيار، فبتلاقي الإنتاج بتاع الخيار قليل، تمام. فعشان كده يا جماعة الخير يعني حاول تخف أول حاجة من التسميد الأرضي وتحاول تتجه للتسميد الورقي، تمام. وعلى رأس القائمة في التسميد الورقي أنا عايز حضرتك ترشلي 20-20-20 من مصدر محترم، بلاش اللي تحت السلم، لأن اللي تحت السلم 20 فيه يوريا وفيه يعني قرف كتير يعني، تمام. فتشوف شركة محترمة كده، محترمة جدا كمان، ومش عايز أسمي، محترمة جدا، وكل اللي عارف المحترم جدا بتجيب لك كيس منها مهما كان السعر بتاعه، تجيب لك كيس كامل وتبدأ تشتغل منه، ترش 20-20-20 بما ان هي فيها الفسفور وفيها البوتاسيوم وفيها النيتروجين، ويضاف معاها احماض امينية، يضاف معاها احماض امينية، يضاف معاها احماض امينية من مصدر محترم، احماض امينية من مصدر محترم، ولازم ترش كل 3 ايام تدي رشة من ده هو، تمام. والرش بتاعك يا ريت تبقى تغسل، ويا ريت يكون يعني الغسيل غسيل كويس، ويا ريت توجه المبيد عن طريق البشبوري او اللي انت بترش بيه ده هو، يكون يعني سطح الورقة السفلي، لان سطح الورقة السفلي بيكون افضل من سطح الورقة العلوي في الامتصاص. دي اول حاجة، تمام. تاني حاجة ان في طبعا لو ما عملتش كده، او لو البرودة عندك زايدة والتسميد مش مظبوط، هيحصل عندك مشاكل بالنسبة للتكتل بتاع القمة النامية. والتكتل بتاع القمة النامية اللي هو بتلاقي القمة النامية كلها ابتدت تبقى عبارة عن مفيش، ما بتفلتش أساسا سلميات، كل اللي موجود فيها عبارة عن ثمار، والثمار ده هي ما بتكبرش، وبيحصل تقييد للقمة النامية ده هي، تمام. ففي حالة القمة النامية ده هي ممكن يكون عندك حاجة من الحاجات ده هي، تمام. أول حاجة إن ممكن يكون عندك مشكلة في البرودة، فالبرودة بتوقف النبات أو بتوقف عنصر معين وليكن عنصر الكالسيوم، وطبعا في مواقع أجنبية بتتكلم على عدم وصول الكالسيوم للقمة النامية عامل لنا مشكلة بالنسبة للتكتلات اللي بتحصل فوق ده هي، تمام. بصراحة يعني الرأي قد يكون إلى حد ما يعني رقم 2، وعشان كده دايما بنقول رش بوتاسيوم سائل في الفترة دهيت بالذات، يكون مخلب على أحماض أمينية كويسة، أو يكون يعني حاجة محترمة يعني. المهم قد يكون عندك أساسا يعني، الناس على طول دايما تقول لك أصل الحشرة مش كتير في الشتاء، الحشرة مش كتير في الشتاء. أنا معاك، الحشرة مش كتير في الشتاء، ولكن قد يتسلل إليك يعني العناكب، أو يتسلل إليك في القمة النامية الحلم، فيعمل لك مشكلة. ففي الحالة ده هي عندك حاجة، ممكن البرودة كمان هي اللي تعمل الموضوع ده هو، تمام. يوم برد على يوم برد على يوم برد، فبالتالي وأسوأ أيام البرودة يا جماعة اللي بيكون فيها الجو صافي من الغيوم، ده مشكلة كبيرة على فكرة يعني، تمام. فالجو الصافي بالغيوم ده هو يعني بيحصل بالليل صقيع، فدي بتبقى مشكلة يعني، فيه برد جامد بيصل لحد 2 و3 درجة داخل البيوت المحمية، تمام. وفي السعودية كان بيوصل معي الواحد درجة مئوي، تمام. فمشكلة كبيرة يعني. فالموضوع ده هو يعني بنحاول ننشط النبات بأي حاجة، رش ورقي وليس جزري، لأن الجزر العصارة بتاعت النبات تقريبا شبه متوقفة يعني.
فلازم تستخدم الرش الورقي وعلى رأسها الكالسيوم عشان ما يحصل لكش تكتلات، وإن يكون عندك برضو رش أكاروسي للعناكب، تمام، مع رش حشري، تمام، للجسد أو الصقيبة المصة اللي هي بتكون ممكن تتراكم برضو في القمة النامية اللي انت بتشوفها دهيت، وتلاقي مأوى كويس ليها في فصل الشتاء، تمام. لو حصلت عندك القمة النامية، أنا قلت قبل كده في فيديو، بتجيب محلول فيه سيتوكاينين وليكن الكلباك أو الكروب بلس أو أي حاجة فيها سيتوكاينون كويس، تمام، كويس مش مضروب من اللي هو بيعمل لنا مشاكل في الحساسية بتاعت الهرمونات أساسا، أو بحطه فيها، أنا مش عارف بحطه فيها إيه بصراحة، ولكن وضعها مش كويس خالص يعني، تمام. فبتجيب كاس أو أي حاجة، إناء كده، وبتحط فيه 5 لتر مية على قد ما عندك يعني، وبتحط على كل لتر بتحط عليه في حدود 3 سنتي سيتوكينين، تمام، مع كل لتر بره بتحط له سنتي فيرتيميك، وكل لتر بره بتحط له سنتي كونفدور او حاجه، وبتقلبهم مع بعض دول كلهم، وبتمشي على القمه الناميه وبتغطسها، بتغطسها في ال... في ال... ليه بنغطسها؟ بنغطسها علشان يعني انا لو برش مش هوصل للقمه الناميه، اما لما اخد القمه الناميه كلها واغطسها في المحلول ده هو، يبقى انا لو عندي عناكب هتروح من عندي، لو عندي مشكله في السيتوكينين مش واصل في القمه وبالتالي واقفه نتيجه البروده ولا كده، حطيت لها سيتوكينين اهوت واوكزينات من اللي هي موجوده في الكلباك او في الكروب بلس او في مليون مركب انا ما بسميش حاجه يعني، تمام، وقد تكون احسن من الحاجات اللي انا بقولها كمان يعني، موجود كل حاجه. يعني بتمشي معاك الحل، ويا ريت تعمل الحكايه دي قبل ما يحصل يا جماعه اساسا، قبل القمه الناميه دي ما يحصل لها المشكله دهيت يعني، بيكون افضل، تمام. تاني حاجه، تمام. تالت حاجه، حافظ على نفسك من تحافظ على نفسك من البياض الزغبي. البياض الزغبي ممكن يجي لك في الايام دهيت، طبعا هو اساسا يعني مشكلة كل البيوت المحمية في البياض الزغبي اليومين ده هم، تمام، ولذلك لازم تبدأ بمبيدات يعني، ما تحاولش يجي لك يعني، ما تخليهوش يجي لك، لأن لما بيجي بيبقى يعني بيصبح التعامل معاه سيء جدا يعني، انك على طول بترش فطري، والرش الكتير بتاع الفطر برضو على فكرة بيوقف النبات يعني، الامور بتاعته ما تبقاش كويسة خالص يعني، فيا ريت تاخد بالك منه من الاول وتبدا ترش مبيدات محترمه. سيبك بقى من النحاس والكبريت والكلام الفاضي ده، كل الكلام ده انتهى، تمام، لازم تبدا بمبيدات كويسه. دي تقريبا تالت حاجه. رابع حاجه اقول لحضرتك عليها، ان اللهم صل على سيدنا محمد. رابع حاجه اقول لحضرتك عليها، اي ورقه عندك جمعت اللي تحتها من تحت، اي ورقه جمعت اللي تحتها من تحت يعني جمعت الثمره المقابله للورقه دي، تشيلها ما تسيبهاش، اعمل تهوية للنبات بتاعك، شيل عبء من على النبات بتاعك، ما تسيبهاش تبقى مأوى للمشاكل اللي عندك، سواء كان العناكب او الحاجات دي كلها. تاخد بالك من القصة دي كويس، اي ورقة شيلها، ما هتعمل بها ايه، ما عندهاش لازمة اساسا، تمام. تحاول بقدر الامكان الري بتاعك يعني يكون معتدل، ما فيش اي مشاكل فيه، لا تغريق ولا حاجة، علشان ما ينعكسش على صحة النبات، وبالتالي هيعمل لنا مشاكل بالنسبة للبياض الزغبي وخلافه وأعفن الجذور واللي انت عارفه ده كله. حاول توفر درجة حرارة مثالية للنبات بتاعك، أنا ما بقولش بالليل، بس اللي في إيدك تقدر تعمله إنك أنت من بعد العصر مباشرة تقفل البيوت بتاعتك قفل محكم، تمام، سيبك بقى من اللي بيقول لي أنا بشغل مروحة بالليل، الجماعة اللي هم بتوع الخليج يقول لك انا بشغل مروح بالليل عشان مرض فطر، امال انت كنت عامل البيوت المحميه ليه اساسا يعني، انت عامل البيت المحمي ليه طالما انت هتشغل مروحه بالليل، ما كنت تزرع بره وخلاص، سيبك من الكلام ده يا سيدي الفاضل. حاول تقفل بيتك بعد الساعه 3 على طول بعد صلاه العصر، تقفل البيت بتاعك وما تفتحش تاني يوم الا اذا ابتدى الجو يبقى متحسن معاك، علشان التعريق او الرطوبه المتراكمه على البلاستيك من جوه ده، هي بتفتح زي ما قلنا، تفتح من الباب القبلي الاول، وبعد كده بتفتح الباب البحري او الشمالي الاول او اتجاهات الرياح بتاعتك زي ما يكون،
ويا ريت تفتح فتحات جانبية، ما تقفش على الأبواب اللي هي الأول والأخير اللي في أول البيت وفي آخره، لا يا ريت تفتح فتحات جانبية، ويا ريت كل الفتحات يكون عليها شاش عشان ما تحصلكش مشاكل بالنسبة بالنسبة للحشرات اللي ممكن تدخل وتعمل لك مشاكل. ده اللي جاء في بالي دلوقتي، وممكن نعمل فيديو إن شاء الله تاني، بس بالله عليك لازم تنفذ النصايح دهيت علشان ابتدت المشاكل تحصل، وابتدي فيه يعني الواتساب بسم الله ما شاء الله شغال على المشاكل اللي أنا ذكرتها دهيت. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.